محمد؟ كيف الحال؟ ما اخبارك؟ طيب الحمد لله. الله يعافيك. ما عندكم جديد محمد؟ بالجديد موجود الفواكه المكثفه استاذ خلف. انزين. ايوه عندك الزنجبيل، عندك الكرز، عندك المانجو، عندك الفراوله، عندك هذا واصل الجديد. هذا باشن. وش معنى باشن؟ باشن فاكهة. زين؟ اي فاكهة، نوع من انواع الفواكه. وطعمها ما شاء الله، حتى تحط فيها عصير ما شاء الله طعم ممتاز جدا يعطيك هذا. ما شاء الله. وكم هذا الكيلو سعره؟ الكيلو 6 ريال. انا صراحة عجبني هذا اللي تقلت به الكرز. هذا الكرز. الكرز الفراولة. الكرز. من متى يجي الكرز الفراولة؟ من فترة طويلة نجيبه. استخدام؟ استخدام عادي، تاكله مرة كذا على طول. على طول مقفل؟ على طول خلاص مقفل عليك تاكله. زين، وقلت لي هذا الفراولة؟ وهذا نفس الحالة الفراولة. هذا الفراولة. هذا الفراولة. شوف يعني. نعم. صراحة زين من شكلهم شفته حلو. أيوة. زين وهذا وش عندنا الثاني نفس الشيء؟ هذا الكيوي. الكيوي؟ وهذا عندك نفس الحالة عاد كله خلطناه مع بعض. عندك الفراولة والكيوي قريب فروت كليته كامل موجود مكس يعني خلطناه كامل. يعني مثل مكسرات مكس يكون هذا مقفف مكس. مكس مقفف صح بالفعل كذا. ما شاء الله. عندك هذا اللي يسمى قريب فروت. هذا قريب فروت. قريب فروت. انزين القريب فروت يجي بالطبع يعني اصفر وهذا لكن اشوف الاخضر. هذا نوعية ثانية موجود، هذا مقفف كل ما قفوا نوعية ثانية يكون هذا الشكل عليه. ما شاء الله. اي نعم. وزين فائدته هذا القريب فروت اذا كان مقفف افضل عن توكله وهو مقفف؟ اغلبيتهم يستخدموه حال كافيهات وحال كذا يستخدموا هذا كتزيين الطبق. اوكي. او عندك يسوي نفس العصائر ويحطه في نفس حاله. في بعض نفس الحاله البرتقال، البرتقال المقفف. ايوه. تحط برتقال وتحط الليمون تحطه على الكافي يسوي كذا طريقته يعطي منظر وحلاوه وتاكلها. نفس طريقته بالضبط. ما شاء الله. وعندك هذا الاخير الفيفاي اللي يسمى البابايا. هذا البابايا الفيفاي؟ والله اول مره اشوف كذا الفيفاي البابايا. ما شاء الله. وبكم هذا الفيفاي؟ نفس السعر 51. زين اذا بغيت انا استخدم هذا مثلا البابايا الفيفاي كيف استخدام بيكون عندي؟ عادي تستخدم وقتها كذا تاكلها على طول. يعني تاكل عادي بدون ما يحتاج لا ماي ولا يحتاج اي شيء ابدا بدون اضافات. ما يحتاج لك ما يحتاج لك اي حاجه ما يحتاج لك. ما شاء الله. ما شاء الله صراحة ما شاء الله أشياء حلوة أشياء جميلة. وزين زوروهم وتشوفوهم. مشكور محمد جزاك الله خير وحسن. وبالطبع كل حد يندلوا المحل بحالهم. بارك الله فيك. يا حسن مشكور جزاك الله خير. جزاك الله خير.